اللوبس مرض مناعي مزمن يختلف من شخص لآخر. قبل 15 سنة تم تشخيصي باللوبس. أنا واحدة من 5 مليون مصاب حول العالم. ب 20 أبريل راح نقدم لكم ندوة عن المرض وأعراضه وأحدث علاجاته وسلسلة من المحاضرات يلقيها استشاريين من تخصصات مختلفة. شنو الصعوبات اللي واجهناها مع المرض؟ وسمعوا قصصنا عن اللوبس. عندنا أسئلة مفتوحة للجمهور، حياكم، حضروا أسئلتكم للاستشاريين. بالمعرفة نتغلب على المرض. الرابطة الكويتية للروماتيزم مع مجموعة مرضى اللوبس الكويتية ترحب فيكم. السبت 20/4 الساعة 4 العصر فندق سنتوري.